هناخد النهاردة الترو فلايز. هنتكلم هنا عن الترو فلايز. الترو فلايز مختلفة عن الموسكيتو والأليد موسكيتو اللي احنا سبق وشرحناهم ان جسمهم بيكون سترونج بوديز وليها شورت انتني. بيشملوا المصيد والهيبو بوسكيد وكاليفوريد وساركوفاجيد. دي كلها فاميلي، فور فاميلي. هناخد الممبرز بتاعها واحنا ماشيين. اول واحده من الممبرز دي اللي هي الماسكا دوميستيكا او الذبابه المنزليه. طبعا لو بصينا على الجيوغرافيكال ديستريبيوشن او الاماكن التوزيع بتاعها، طبعا اكيد منتشره على مستوى العالم وورلد وايد. لو بصينا عليها كمورفولوجي هنلاقي انها ميديوم سايز فلاي، لونها جراي، تقريبا السايز بتاعها حوالي 1 سنتي، والبادي كومبوزد من هيد سوركس ابدومن، زيها زي اي موسكيتو او زيها زي اي ديبترا. الماوس بارت بتاعها ادابتد فور ساكينج الماسكا، ما بتعملش بيرسينج للسكين او بتبايت، هي بتساك. تمام. السوركس بيتميز ان ليه 3 دارك ستريبس على السوركس، والابدومن بتميز بوجود دارك لاين، دارك ميدن لاين، في خط اسود كده في النص زي ما انتم شايفين. بتحب تعيش فين؟ بتحب تعيش في الجاربيج، المنيور، اي اورجانيك ماتر موجوده، هنلاقي عليها الماسكا دوميستيكا. طبعا دي مشهوره جدا وبنشوفها في كل حته، لان اللايف سايكل بتاعتها قصيره. تمام. بتاخد ماكسيمم حوالي اسبوع، و يعني بتبقى اللايف سايكل بتاعتها اطول في حاله بتكون اطول في حاله الشتاء. طيب اللايف سايكل لو بصينا عليها زي السلايد اللي قدامنا دي، لقينا ادلت، بعد الادلت ايج، لارفا، بيوبا. زي ما خدنا الشرح قبل كده ان السايكل دي او الجروس ده بنسميه كومبليت ميتامورفوزيس. طيب لو بصيتوا معايا على الادلت فلاي، هتشوفوا الماوس بارت بتاعها في الصوره اللي قدامكم دي بتعمل بيه ايه؟ بتعمل بيه ليكوفاكشن للسوليد فود. تمام. وبتعمل بالسلايفا بتاعتها، وبعد كده تبتدي تفيد على الليكويد فود او دايت. طيب الادلت دي بتبتدي تنزل لي جروبس اوف ايجز او بيج باتشز من الكريمي وايت ايج زي ما انتم شايفين، بتكون شكلها لايك بنانا شيب، كريمي وايت. بتحطهم على ممكن على الفود او الدرينك بتاع الهيومن، على المانيور، على الجاربيج، وات ايفر. تمام. الايج ده بعد كده بيبتدي يحصل له هاتشينج ويطلع لارفي، واللارفي في النهايه بتتحول الى بيوبا زي ما انتم شايفين لونها دارك براون. زين البيوبا دي بتتشق وتطلع منها وبتإمرج الأدلت. طيب بالنسبة للميديكال امبورتنس والكنترول هنأجله شوية لأن هو متشابه مع another fly. الفلاي التانية اللي هناخدها اسمها stable fly أو stomoxys calcitran. دي بتكون تشبه او لايك الهاوس فلاي او الماسكا دوميستيكا، شبهها في السايز، شبهها في الكالر، ان هي جراي ان كالر، لكن الفرق في الابدومن. تعالوا بصوا معايا على الصوره دي. الفرق في الابدومن بتاعتها ان هي بتكون سبوتد ابدومن. طبعا هي موجوده في كل حته، الاكتر اماكن بتتواجد فيها طبعا هي وورلد وايد، اكتر مكان اللي هي ستابل فلاي، الاماكن اللي فيها هورسز ستابل. تمام. ده البريدنج بليسز بتاعتها. بتفرق كمان عن الماسكا بوجود الما
الماوس بارت بتاعها بيكون adapted for piercing and sucking the biting fly. لو انتوا بصيتوا على الهيد بتاعها هتلاقي فيه طالع من حاجة تشبه الإبرة. هو ده الماوس بارت بتاعها وليها rigid non-rectile labium. تمام. الشوكة دي او الدبوس دوا ما يعني بيدخلش جوه راسها، لا هو على طول ايه بروجكتايل. طيب الستابل فلاي دي او الاستموكسس كالسترين ايه الميديكال امبورتنس بتاعها؟ الميديكال امبورتنس هي بتنقل لي اكيد ديزيزز وبتعمل لي كمان بينفول بايت، البايت بتاعتها بتكون بينفول وتعمل لي سكين اليرجي، كمان ممكن تديبوزيت الايجز بتاعتها على الفود او الدرينك بتاعي وتسبب لي فيه اكسيدنتال مايزز او تدويد عرضي، يعني حاجه ده حاجه مش دايما بتحصل. الاكسيدنتال دي يعني حاجه مايزز حصل بالصدفه. تمام. طيب ممكن تنقل لي كمان تريبانيزومز. التريبانيزوما دي بروتوزوا البارازايت. تمام. بس هي هتنقل لي ميكانيكالي، يعني ملهاش رول في البيولوجيكال ترانسميشن بتاع الديزيز especially in animal. طيب يبقى هي بتعمل دايركت ميكانيكال ترانسميشن للانيمال تريبانيزوم. ماشي. الديزيز اسمه ناجانا. ناجانا ده اللي هو الانيمال تريبانيزومز. تمام. مش الهيومن. طيب يبقى دي الميديكال امبورتنس بتاع الاستموكسس. تالت نوع من الفلاي هناخده اللي هو الجلوساينا، جلوساينا سبيشيز او التسيت سي فلاي، سمعنا عنها معظمنا. تمام. هي دي اكبر من الماسكة، تقريبا دبل السايز بتاعها. اللون بتاعها بتروح من البراون تو يلو. بتتميز ب وينج فينيشن او فيري كاركترستيك وينج فينيشن، هو الديستريبيوشن، دي دعامات موجودة في الوينج بتاعها في الجناحات بتاعتها شبه الكليفر شيب اللي هو الساطور. لو انتوا بصيتوا في نص الوينج نص الجناح هتلاقي حاجة تشبه الساطور. ماشي. الفينز دي مش فينز حقيقية، دي دعامات بتدعم الوينج بتاع الفلاي. طيب في عندنا دي شكلها هي، وهي شكل السيت سي فلاي. وبصوا كمان على الهيد هتلاقوا فيه بروبوزس طالع، معنى كده ان هي بايتنج فلاي. ماشي. مش زي الماسك، الماسك قلنا دي بتعمل ساكنج نون بايتنج. تمام. البروبوزس اهو انتوا شايفينه ادابتد فور بيرسينج اند ساكنج. تعالوا نشوف بقى الانواع والميديكال امبورتنس بتاع الجلوساينا. الجلوساينا في منها نوعين منتشرين جدا في سنترال افريكا، في نوع اسمه جلوساينا بالباليس ده منتشر في ويست افريكا، وفي عندنا نوع اسمه جلوساينا موسيتانس ده منتشر في ايست افريكا. طيب النوعين دون بينقلولي ايه؟ بينقلولي مرض sleeping sickness او مرض النوم، مسؤول عن البروباجيشن بتاعه في سنترال افريكا. السليبنج سيكنس ده او الهيومن تريبانيزومز ده غير طبعا الانيمال تريبانيزومز اللي نقلته الاستموكسس. طيب الجلوساينا بالباليس بتنقل لي تريبانيزومز اسمها تريبانيزوما بروزي جامبيانسي، دي اللي منتشره في الويست افريكا، والجلوساينا موسيتانس بتنقل لي تريبانيزوم بروزي روديزيانسي ده في ايست افريكا. طيب طبعا اللايف سايكل ده الميديكال امبورتنس. بالنسبه لللايف سايكل بتاع الجلوساينا طبعا كومبليت ميتامورفوزيس، لكن بتتميز في اللايف سايكل بتاعتها انها لارفيبرس، يعني الايج على طول
مش بتقعد وقت لحد ما يحصل لها ماتيوريشن ويطلع منها ايه. هما عشان كده بيسموها انها لارفيبروس، لارفيبروس يعني بتولد او بتنزل لارفي على طول، تمام؟ بتنزل وان ات اتايم، بتنزل لارفا ان اتايم، مش زي مثلا الاستموكسز والماسكا بينزلوا بتلاي او ايج ان باتشز. طيب بتحب تعيش فين والكنترول بتاعها؟ ده هنشوفه في السلايد القادم. في السلايد دي انا عامله مقارنه بين الماسكا دوميستيكا والجلوساينا او تسيتسي فلاي. طبعا الاستوموكسوس تشبه كتير الماسكا، فممكن تتحط مع الماسكا في الكلام اللي انا هقوله ده، ما عدا طبعا الميديكال امبورتنس. طيب بالنسبه للبريدنج بليسز بتاع الجلوساينا دي، بتحب تعيش في الاوبن لاند او بسايد ريفرز. فمثلا في حاله الجلوساينا بالباليس دي البريدنج سايتس بتاعها بيكون السويل والشيدد وودر، اما في الجلوساينا مورستانس بتحب الاوبن لاند والسويل. طيب بالنسبه للماسكا دوميستيكا قلنا على الجاربيج، على المانيور، على ممكن كمان تقف اكسيدنتالي على الهيومن فود اند درينكس. الميديكال امبورتنس بقى، احنا ما قلناش الميديكال امبورتنس بتاع الماسكا، هنقوله هنا في السلايد دي. الميديكال امبورتنس بتاع الماسكا هي بتنقلي هيومن باثوجين بس اندايركت ميكانيكال ترانسميشن. يعني ايه اندايركت ميكانيكال ترانسميشن؟ يعني ممكن على الهيرز بتاع البادي بتاعها، على الونج الباور سبورت، على الليجز لما تيجي تقف، على على الفود او الدرينكس، ممكن كمان عن طريق الفوميتس، تمام. طيب بترانسميت ايه؟ بترانسميت ممكن فيروس، بكتيريال او بارازيتيك ديزيزز. الفيروس بقى حدث ولا حرك، ممكن تنقل البوليو اللي هو البوليومايلايتس او شلل الاطفال، انتيريو فيروس، اي كل الفيروس اللي ممكن تعمل لي انتريك ديزيز. ممكن كمان تنقل لي انفكشوس هيباتايتس. ايه انفكشوس هيباتايتس ايه؟ طيب البكتيريال زي التايفويد، زي الكوليرا، زي الشيجيلا، تمام، اللي هي بتعمل لي باسيلاري ديزنتري. ممكن تنقل لي كمان الاستاف، ممكن تنقل لي السالمونيلا. هنا حدث ولا حرك عن الحاجات اللي ممكن تنقلها، بس طبعا اندايركت ميكانيكال، يعني بتشيل من هنا وتحط هنا، ملهاش اي علاقه باللايف سايكل او بال البروجريشن بتاع الديزيز. ممكن تنقل لي كمان البارازايت، سواء كان اوفا او بروتوزوال سيست. هيلمنسك اوفا زي مثلا قول برضو براحتك جدا، اللي هي التينيا انتروبيس، الاسكاريس، الترايكوريس. طيب والبروتوزوال ديزيز او البروتوزوال سيست زي الجيورديا والالتاميبا هيستولوتيكا. طيب هتعمل لي ايه كمان؟ هتعمل لي اكسيدنتال مايزس، وقلنا ازاي هتعمل، قلنا ان هي وقفت اكسيدنتال على او بتعمل ديبوزيشن للايجز او على الاكسبوزد فود او ايفن على الهيومن اي مثلا او الاورال كافيتي. ده لو واحد طبعا يعني اقول ايه يعني واحد مثلا ما بيتحركش او في غيبوبه او كده. طيب المان اكسيدنتالي هي انفكتد، خد ابتدى يعمل ايجيشن للكونتامينيتد فود ده او الكونتامينيتد درينك، والايج طبعا حصل له هاتشينج وطلعت اللارفا وهو مثلا في حاجات اراوند الاي، هيلاقي نفسه انفستد ب لارفي او طالع من مثلا طالع حوالين عينيه، طالع لارفي، فبيقول ايه الحاجات اللي حصل لي تدويد في عيني او حصل لي تدويد اراوند الماوس او تدويد اراوند النوز. طيب لو اكل بقى الاكل ده، ممكن طبعا هيلاقي لارفي في الاستول، هيقول ايه برضو ايه حصل في تدويد او في دود بينزل مني. طيب بالنسبه للجلوساينا قلنا الميديكال امبورتنس بتاعها ان هي بتنقل لي الهيومن تريبانيزومز اللي بتسبب لي مرض النوم او الهيومن سليبنج سيكنس، تمام، سبيشالي في وسط افريقيا. وعرفنا الايه كل نوع من
الجلوساينا بينقل ايه. بالنسبة للكنترول، في عندنا طبعا الكنترول سواء كان للماسكة او الاستوموكسيس الاتنين واحد. الماسكة من الحاجات اللي نقدر نعمل لها كنترول كويس قوي، يعني سبيشالي مثلا في البيت بنعمل ايه، بنعمل سبرينج انسكتيسايد، تمام، بنابلاي الانسكتيسايد ده، في ده اللي هو الكيميكال كنترول، ماشي. طيب زي مثلا زي سيبين، زي البايجن، ماشي. طيب في ايه كمان ممكن اعمل؟ ممكن اعمل واير سكرينينج، ده للادلت كمان. الواير سكرينينج للدورز او الويندوز، المش سايز او السايز بتاع الفتحات بتاع السلك اللي ممكن نحطه، بيكون تقريبا في كل سنتي بيبقى حوالي 2 لـ3 وبين 3 لـ4 فتحات كده، فتحتين لتلاتة، سوري 3 فتحات تقريبا في كل سنتي. طيب ممكن كمان نعمل mounting الالترا فايولت لايت ترامز، بحطها على الوولز عشان تاتراكت الفلاي دي، وبعد كده بتعمل كيلينج للفلاي بالالكتريستي. طبعا الابسط حاجه خالص ان انا بعمل هيلث education، علشان مثلا اخلي الناس تكفر الفود تو جارد اجينست الاكسيدنتال مايزز. الناس لازم تتعلم انها ما تسيبش الاكل اكسبوزد او الدرينكس بتاعتها اكسبوزد. طيب تمام كده. في كمان عندنا الـ environmental sanitation، اللي هي ايه، اللي هي اهم واحدة فيهم، sanitary disposal of the garbage and manure، ان انا احافظ على البيئة. الـ garbage والـ manure ده لازم اعمل proper collection و disposal ليها، علشان ده اكتر اماكن بيبقى موجود فيها flies كتير. طيب في ايه تاني ممكن؟ طبعا استخدم لارفي سايتس. اللارفي سايتس دي زي الداي فلوبين زارون، ده بيستخدم اجينست اللارفي. طبعا ممكن احط الانسكتي سايتس دي في اماكن البريدنج سايتس بتاع الانسكت. طيب طبعا الكلام ده مطبق على الماسكة وعلى الاستموكسس. تعال نبص بقى على الجلوساينا. الجلوساينا صعبة شوية، لأن هي احنا قلنا إن هي بريدنج سايتس بتاع أو أماكن اللي هي بتحب تعيش فيها في الأوبن، أوبن لاندز وبسايدز إير ليفر، فالإليمينيشن بتاعتها هيكون صعب وبيبقى محتاج شوية مجهود. تعالوا نشوف مثلا أنا نتشينج النيتشر للبريدنج بليسز بتاع الجلوساينا. طبعا بيبقى صعب شوية. اتنين، الكوليكشن بتاع اللارفي والبيوبا، طبعا ده محتاج عمالة عشان يعملوا عملية الكوليكشن، وان هما يبتدوا يجمعوا اللارفي والبيوبا دي في اماكن مفتوحة كبيرة، برضو صعبة. طبعا ممكن اعمل ان انا اشيل اغير النيتشر او اعمل ديفورستيشن، بتبقى الموضوع صعب كتير. طيب الحاجة بقى اللي هي برضو accessible لكنها مكلفة، اللي هي applying الانسكتيسايد او بعمل spraying للانسكتيسايد عن طريق الطيارات على الغابات، دي برضو مكلفة جدا. لكن اهم نقطة في الكنترول بتاع الجلوستين اللي هو التريتمنت اوف ذا بيشنت، لان لو عالجت البيشنت الموضوع هيبقى اسهل كتير، لان لو جلوساينا ما لقيتش بيشنت خلاص تعتبر السايكل خلاص انكسرت. دي اهم نقطة، وتعتبر دي ارخص نقطة من الكلام السابق في عملية الكنترول. هناخد مجموعة تانية من الفلاي، هناخد الميتاليك فلاي والفلاش فلايز. الميتاليك فلاي اللي هي عائلة الكاليفورايني، هما نوعين، كاليفورا واليوسيليا. دون تقريبا يعني سلايتلي يعني
اكبر من الماسكة، يعني مثلا لو الماسكة 1 سنتي دي 1.1 اعتبروها نفس السايز. تمام. الكالر هو ده اللي بيميزها، انها بيكون ليها ميتاليك كالر. في عندنا احنا قلنا نوعين، كاليفرا وليوسيليا. الكاليفرا بيكون لونها ميتاليك بلو، لونها ازرق ميتاليك، واللوسيليا لونها ميتاليك جرين. تمام. نفس اللايف سايكل بتاع الماسكه كومبليت ميتامورفوزيس. والماوس بارت ما يعني دي ما بتقرصش، سوري ما it is not a biting fly، ما بتقرصش، لكن دي الماوس بارت بتاع adaptive for sucking not biting. في ايه تاني؟ الهابتس بقى هي اللي مختلفة، هي بتحب تعيش فين؟ بتحب تعيش على decaying animals، يعني حيوان ميت او بلانت ماتر، او مثلا فواكه، فاكهة معفنة، يعني حيوانات ميتة ماشي، او وجود ووند على السكين. عشان كده بنسميهم obligatory narcopites، اللي هي بتحب على الحاجات اللي فيها necrotic tissue. طيب الميديكال امبورتنس بتاعها ان هي بتعمل لي سيمي سبيسيفيك مايزس. سيمي سبيسيفيك مايزس معناه ايه؟ معناه ان وجود ديد بوديز بيعمل اتراكشن للفلايز دي. الفلايز دي تبتدي بتنفست الديد بوديز او النيجلكتد ووند، او ايفن لو في ديسشارج نازل من الاير، تبتدي ايه تديبوزيت الايجز بتاعتها، والاكس بعد كده بيهاتش وطلع لي ايه لارفي. وبعد كده الشخص هيقول في ايه، ان في طبعا لو الشخص ميت خلاص، لكن الشخص العادي اللي بيبقى ماشي هيلاقي ايه مثلا الحيوان ابتدى يطلع منه دود، هنقول الحيوان ده دود. لو في ووند بقى ونجلكتد هيلاقي فيه منه دود طالع من الووند، طبعا ده هنسميه سيمي سبيسيفيك مايزس. طيب لان هي فلايز، الفلايز دي مش جاية على لايف تيشو، لو جاية على لايف تيشو بنسميه سبيسيفيك مايزس. طيب الفليش فلاي بقى، الفليش فلاي او الساركوفاجيني، بتتقسم في منها نوعين، ساركوفيجا والفارشيا، برضو دي سلايتلي لارجر عن الماسكا. لونها جراي، مش لونها ميتاليك زي العيلة اللي فاتت. الفلاي الاولانية اسمها ساركوفاجيني، والتانية اسمها وول فارشيا. الول فاشيا بتتميز بوجود سبوتت ابدومين، لكن الساركوفاجا سوري بتتميز بوجود تشيز بورد ابدومين. تشيز بورد لو ان دي اكتر دبانه بتدخل عندنا البيت كده، بتقعد تخبط في اللايتس دي، لو ركزتوا في الابدومين بتاعها هتلاقوا شبه الشطرنج، يعني في عندها سكوير بلاك وسكوير بيكون كريمي وايت تقريبا. اللايف سايكل ايكوال زي سيميلر تو ذا ماسكا، اللي هي كومبليت ميتامورفوزيس، لكن بتتميز انها لارفيبيروس، بتديبوزيت لارفي، بمعنى ان الايج مش بيقعد مش بتقعد كتير، على طول بتهاتش، اول ما بتنزل بتروح بتتحول على طول لارفي. طيب الهابتس بتاعها نفس الكلام اللي انا قلته عن الكاليفرا، على الديكينج انيمالز، على انفكتد، على نيجلكتد ووند، او وجود اير ديسشارج، برضه اوبليجاتوري نايكوبايوتكس، وبتعمل لي سيمي سبيسيفيك مايزس، واحيانا انكريمينيتد بنذكرها في السبيسيفيك مايزس، لكن هي اكتر تبع السيمي سبيسيفيك مايزس او فاكولتاتيف مايزس. بس شكرا جزيلا.